أخنوش يهرب، مسؤول آخر يعوضه في نهائي كأس إفريقيا بسبب الهاشتاغ. في التفاصيل، فبعد الحملة التي تم تداولها في مختلف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي طلبت بضرورة رفع الهتافات وإيصال فحوى الهاشتاغ لمسمع رئيس للحكومة خلال المباراة النهائية للمنتخب المغربي للسيدات أمام جنوب أفريقيا، بات من شبه المؤكد أن يعوضه وزير الرياضة والتعليم شكي بن موسى رئيس حكومته عزيز أخنوش. وقالت مصادر إن أخنوش ربما فكر في إلغاء حضوره في هذا الحدث الرياضي الهام تجنبا لوضع نفسه في موقف محرج ومباشر مع الجمهور الذي سيحضر المواجهة بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.